بس يعني بعيدا عن موضوع عبد الله السعيد، وانت شايف ان عبد الله اتظلم في الاهلي، لكن الفتره الاخيره وتراجع الاهلي من وجهه نظرك اسبابه ايه؟ ما هو عدم توفيق يعني، ما عدم توفيق بس، ما مش هو رحيل موسيماني، تعاقد مع لا مدرب مثلا ريكاردو انا شايف سانش غير مناسب بص يا كابتن، للاهلي. انا كنت بقابل لعيبه في النادي الاهلي ايام موسيماني كانوا بيقولوا اللي هو مدرب عادي يعني، هو كان موفق بس، انت فاهم؟ فانا مع اللي هو يمشي على فكره يعني، لان انت التوفيق مش هيجي لك كتير، الحظ مش هيجي لك كتير. الاسماعيلي هيتحسن امتى وينافس على البطولات؟ يعني الاسماعيلي بقى له سنتين، ما يزعلوش مني في الاسماعيلي، وانت يعني انت راجل اسماعيلي وانا بحب النادي الاسماعيلي جدا، بقى له سنتين بيقعد في الدوري بصعوبه. امتى الاسماعيلي يرجع تاني الاسماعيلي بتاع زمان اللي احنا عارفينه اللي بينافس على البطولات؟ لا الاسماعيلي هيرجع كابتن لما الناس تشجع نادي الاسماعيلي بجد. الناس دلوقتي يعني كل الناس دلوقتي على الفيسبوك، والمشكله الاداره كمان، ادارات النادي الاسماعيلي دايما بتمشي بالقرارات من الفيسبوك والحاجات دي والسوشيال تأثيرين ميديا. بالسوشيال ميديا. طب انما نادي الاسماعيلي الحقيقي اللي بيحب النادي بجد ما يروحش يقطع في لعيبه، ما يروحش، ما كل الكلام ده برضو بيأثر في النادي. وبعدين كمان يعني دلوقتي مشكله الفلوس في نادي الاسماعيلي، مفيش رعايه يعني، حقوق رعايه، موارد مفيش كتير، موارد موارد. مالية. وبعدين الناس بتيجي على مثلا المهندس يحيى الحكومي قال انا جاي وهصرف كل ده في لما جه قبل الانتخابات أي ما شفناش يعني. دلوقتي انا بسمع في تبرعات، عايزين تبرعات للنادي، طب ما هتدفع امتى؟ طيب يعني برضه انا شايف ان ده برضه دي مشكله يعني، انت الناس في اسماعيليه برضه مش يعني ظروفها برضه ما تسمحش مش اللي هي القدرات المالية العالية. بالظبط يعني. فحضرتك جاي قايل انا متكفل من نادي الاسماعيلي، حتى لو دي مشاكل ادارات تانية، ما انت خلاص دلوقتي انت رئيس النادي. طب ما مستر كمال ابو علي ما هو مسك في المصري، مصر وفي مشاكل كتير في النادي المصري وغرامات الفيفا وكده، دفع حاجات هو كتير اللي بيدفع. وبيحل المشاكل بسرعة. بالظبط، انا عايز الناس اللي بتحب النادي بجد لازم تساعد النادي، النادي كده بالشكل ده يعني ربنا بيسترها كل سنة، فيعني خلاص بقى يعني انذار يعني من الاخر ده انذار. ف يعني انا خايف اشوف النادي السنه الجايه تحت يعني. نتمنى والله كلنا الاسماعيلي يعني ان شاء الله طبعا ربنا يوفقهم في الفتره القادمه. ودي طبعا مين احسن لعيب في مصر السنه دي قبل ما نختم؟ احسن لعيب في مصر يعني، هو كله بيقول زيزو. زيزو هو الصراحه زيزو يستحق يعني. استحق احسن لاعب في مصر، احسن لاعب. فاركو السنه الجايه هيعمل ايه في الدوري؟ لا ان شاء الله احنا يعني السنه دي خدتوا تامن، هل هتقدروا تاخدوا مركز افضل انا او اتمنى، الطموح هيبقى اكبر؟ نتمنى كابتن احنا بس نشوف ان شاء الله، بس الاصابات ترجع لنا، عمرو وسيف هيفرقوا معانا جدا، ايوه ونشوف بقى السنه الجديده ايه النظام ان شاء لا الله. ان شاء